مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من فضلك. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تضغط لايك. هنتكلم النهارده عن فنانه قدرت تنافس الفنانين اللي كانوا موجودين على الساحه الفنيه في الثمانينات والتسعينات. الناس عرفوها وحبوها، لكن يمكن يكون كتير من الناس ما يعرفوش تفاصيل عن حياتها وتفاصيل عن دخولها للفن، جنسيتها الحقيقيه واصولها وحاجات كتير عنها. تعالوا نتعرف النهارده على الفنانه ايمان. الفنانة إيمان اسمها إليزابيث توروس ساركسيان. اتعرفت فنية في البداية باسم ليزا ساركسيان، بعد كده غيرت اسمها الفني وبقى إيمان، أطلقها عليها المصريين اللي حبوا إطلالتها. هي ممثلة لبنانية من أصول أرمينية، اتولدت في 1 يناير سنة 1945. بداية ليزا ساركسيان أو إيمان الفنية كانت في عمر 5 سنين. اشتركت مع الجمعية الأرمينية في بيروت في حفلة وغنت فيها، مثلت باللغة الأرمينية وهي تجيد برضو اللغة الإنجليزية والألمانية والأسبانية، ومثلت كمان باللغة الفرنسية، وده قبل ما تتقن التمثيل باللغة اللبنانية والمصرية كمان. وعلى الرغم من عشقها للتمثيل من طفولتها، لكن اتخرجت في البداية من كلية الصيدلة بالجامعة الأمريكية بيروت، وفي الجامعة نفسها قررت ان هي تدرس التمثيل المسرحي، وبدأت مشوارها من خلال المسرح واكتشفها الفنان الكبير شكيب خوري. بدأت ليز ساركسيان مشوارها على خشبة المسرح، وقدمت اعمال عالمية لشكسبير على خشبة مسرح بعلبك، وبعد كده تم ترشيحها علشان تقدم فيلم الاخرس مع المخرج منير معاصيري ومن بطولة فيليب عفيفي. بعدها تم ترشيحها علشان تشارك في دور في فيلم الحب الكبير قدام فاتر حمامة. سبب تركها لبنان ومجيئها على مصر هو الحرب اللبنانية الأهلية. كان النجاح الحقيقي ليها بعد مشاركتها في فيلم الصعود إلى الهاوية، وبعدها بدأت تشارك في العديد من الأعمال المهمة، من أعمالها مثلا ذئاب لا تأكل اللحم، فاتنة الصحراء، والحب قبل الخبز أحيانا، ومع حبي وأشوائي، وعدد كبير من الأعمال الفنية اللي أنا أتمنى أن أنتوا تقولوا لي في التعليقات بعض الأفلام اللي أنتوا بتحبوا تشوفوا فيها الفنانة إيمان. وكمان تم حصرها في بدايتها في الأدوار الإغراء اللي قدمتها بطريقة مختلفة تماما عن الأدوار الإغراء اللي احنا متعودين عليها. قدمت مع عادل إمام أمهات في المنفى، شعبان تحت الصفر، قاتل ما قتلش حد، المولد، وفي الدراما التلفزيونية قدمت هواني جاردن سيتي والعم نور والثعلب وزيزينيا. وعلى الرغم من تعدد أدوارها، لكنها لم تحظى بدور بطولة مطلقة سوى في فيلم عندما تغيب الزوجات قدام الفنان دريد لحام. كمان شاركت ليزا ساركسيان سنة 2015 في مسلسل عيون القلب. Good morning. Good morning. يا روح قلبي، منو هي؟ أبصر هلأ شفتها. ومنين فاتي؟ والله علمي علمك، شي بحي. يعني بدك تفهمني إنه فاتت من الشباك؟ بيجوز شنو مالنا حاطين منخل على الشبابيك. شو اسمها؟ ما بعرف، اسألها. سألة. بيبي سوزي. يا. What's your name, please? سوزي. Oh, سوزي. بيبي سوزي بقدم لك بيبي شوكة بيك. تشرفنا. صاحب أكبر محلات أنتيكة بالبلد، وحاجز طاولة الليلة بالميرديان. إيه تتهنى. حابب إنه يكون الهنا مشترك. شكرا، بس أنا ما بحب السهر. لا. شوكة بيك؟ يا روحي. وين قلت اللي حجزت الطاولة؟ بالميرديان. بقدر روح معك؟ يا ريت. امتى بتجي بتاخدني؟ هلا روحي معه بكير مشان تلحقوا محلات. بالاول بنعمل جوله بالسياره مشان ناخذ ونعطي. لحظه وبكون جاهزه. صرحت ايمان في لقاء تلفزيوني انها تعرضت في بداياتها الفنيه لحرب من فنانات رفضوا عملها، لقت محاربه قاسيه، وكل ما يتم ترشيحها لدور يتم أخذه منها من بعض الممثلات اللي قللوا أجورهم مخصوص علشان يحصلوا على الدور اللي هي مرشحة ليه.
تمر سنين طويلة قوي وتختفي الفنانة إيمان، تظهر في فيلم بنات العم مع منى زكي وشريف منير وكريم عبد العزيز، وتختفي بعد كده، وتظهر بعد كده ليزا ساركسيان في مقابلة تلفزيونية، وظهر عليها احتفاظها بجمالها وإنها لسه بنفس الرشاقة بتاعتها والحفاظ على بشرتها. والحقيقة إن الناس كانوا حابين إن هم يشوفوها عاملة إزاي بعد السنين الطويلة دي واطمنوا عليها. لما تم سؤالها في يوم من الأيام هل أنت بتحبي اسمك الأصلي ولا بتحبي الاسم إيمان، فقالت إن الاسم الأصلي أصلا تم تغييره علشان كان صعب النطق على الناس وكانوا عايزين اسم يكون سهل على الناس، اختاروا لها اسم إيمان وما كانتش حابة الاسم قوي في البداية لأن اسم إيمان كان مرتبط بوجود ممثلة قديمة اسمها إيمان بالفعل. ولكن النهاردة لما تم سؤالها عن حبها لأي اسم أكتر كان ردها أن هي بتحب اسم إيمان أكتر، لأن اسم إيمان هي اللي عملته بنفسها، ما كانش موجود قبل كده وبتعتبر أنه هو أقرب ليها. كمان في حوار سابق ليها قالت أن هي تعرضت لبعض المشاكل بسبب أن هي قدمت بعض أدوار الإغراء، قالت أن الناس ما بيفرقوش ما بين الواقع وبين التمثيل وكانوا فاكرين أن شخصيتها في الحقيقة هي نفس شخصيتها في الأفلام، وأضافت أن الناس فاكرين أني بمثل إغراء في الشارع. دي أهم المحطات في حياتها الفنية. تعالوا نتعرف على أهم محطات في حياتها الأسرية. الفنانة إيمان اتجوزت سنة 1960 من الدبلوماسي اللبناني ماكس شاريلول، وهو قنصل شرف الإكوادور في مدينة ميونخ، وخلفت منه ولادها هيلا وماكس وليلى. طبعا الفنانة إيمان واحدة من أهم الفنانات اللي كانوا موجودين في فترة من الفترات في السينما، والحقيقة أن أنت كنت دايما بتشوفها أن هي بتطلع في الدور الشرير أو في أدوار الإغراء، أدوار الإغراء اللي كانت بتمثلها بشكل مختلف جدا عن أدوار الإغراء اللي احنا ممكن نشوفها على الشاشة. كان ليها طريقة خاصة، ليها طريقة مميزة، والحقيقة أن هي كانت محبوبة جدا على الشاشة برغم أن هي كانت بتمثل أدوار الشر. أنا شخصيا وأنا صغير لما كنت بشوفها في أي عمل فني أعرف على طول أن الفيلم ده فيه مكيدة وفيه مؤامرة، والحقيقة أن هي قد يكون بشكل أو بآخر اتعرضت لنفس أنواع الأدوار اللي المخرجين كانوا بيرشحوها فيها كل مرة. ولكن الفنانة إيمان واحدة من الفنانات اللي لما تيجي تشوف أي دور هي لعبته الحقيقة هتحس أن هي اتحطت في المكان الصح، بتقدر تلعب الدور وتتقمسه وتقدر أن أنت تصدقها جدا وما تحسش أن هي متكلفة في تمثيلها، تحس أنها مصرية جدا ما شاء الله عليها، ونفسنا أن احنا نرجع نشوفها في أعمال فنية مختلفة. أتمنى أن الفنانة إيمان تكون بخير وبصحة وبسعادة، وربنا يخليها لأهلها والمحبيها في مصر والوطن العربي. حلقة النهاردة خلاص خلصت، أنا مبسوط أن أنا كنت معاك النهاردة. شكرا ليك وأشوفك على خير في حلقة جديدة. مع السلامة.